اقرأ. لما تكلمنا عن القرآن في الأول، القرآن أستاذ سلطان يذم التقليد على غير هدى، وما أهلك الأمة وأضاعها في كثير من أحوالها إلا التقليد على غير هدى. لما وقع ما وقع في بلاد سوريا، دخلت إيران بجحافل وميليشيات سواء من العراق أو من لبنان أو من إيران نفسها. هؤلاء الذين دخلوا من الشباب والفتيان المثلون الميليشيات الإيرانية كانوا يوهمون، يقال لهم من قبل من يحكم في طهران أنكم إنما تأخذون ثارات الحسين، فأضحوا يقتلون في أهل السنة، قتلهم في العراق، قتلهم في الشام بحجة ثارات الحسين، مع أنه لا يوجد مسلم سني أو غير سني يؤمن بالله واليوم الآخر يرضى بما حصل للحسين. فالذين يقتلون باسم أنهم يثأر منهم للحسين هم من أشد الناس وجعا وكمدا على مقتل الحسين. لكن أولئك الفتيان الذين يمثلون الميليشيات الإيرانية من حزب الله وغيره يساقون إلى الموت وإلى قضية تقليد أعمى، رجال معممون يخبرونهم أن هؤلاء هم من قتلوا الحسين، وهؤلاء المقتولون يترحمون ليل نهار على الحسين عليه السلام ويثنون عليه ويعرفون منزلته. هم لو قرأوا في كتب التاريخ سفيان بن عيينة والزهري ومالك وغيرهم من أئمة الحديث من أهل السنة، لو قرأوا ثناءهم على هذا الإمام، على زين العابدين الذي كما قلنا هو رابع عند إخوتنا الشيعة، هو رابع الأئمة في المذهب الاثني عشري، مذهب الإمامية، هو رابعهم بعد الحسن، بعد علي والحسن والحسين ثم السجاد، بعده أبو محمد جعفر، أبو جعفر محمد الباقر. وفيه يقول دعبل الخزاعي: ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد الثفينات. الآن هي القضية الآن ماذا؟ عندما يؤجج الحوثيون في اليمن والميليشيات في سوريا وفي غيرهما نحو المسلمين نحو السنة بحجة أن هؤلاء يبغضون الحسين، يكرهون الحسين، وكما قلت